عين المكان بمدينة بشار. فقط للتصحيح، صوفيا وليس سونيا. كما قلت، نحن متواجدون بحي النور الذي هو على ضفاف وادي بشار، والذين كانوا في واجهة الحملة الطوفانية الأولى. طبعا خسائر كبيرة يعني مادية خاصة شهدها هذا الحي بدخول الأوحال إلى المنازل. ارتفع منسوب المياه إلى 3 أمتار في بعض الأماكن، يعني غطي الطابق الأول كاملا بالمياه، غمر كاملا بالمياه، وكذلك دخلت عليهم الأوحال. فيعني المساكن في بعض الأحيان اقتلعت الأبواب، والحمد لله لم تسجل خسائر بشرية بالمنطقة. كبقي الأحياء من غراسة، من باسور، من حي السلام، أحياء كثيرة أصيبت في هذه الفيضانات يعني إشكالية، اللي كان أنهم بانيين بقرب من الوادي، وأودية وشعاب لم تتحرك منذ سنوات. هذه المرة فاضت فيضان كبير. الحمد لله إلى الآن الناس على قدم وساق لفك العزلة عن الأحياء ورفع الأوحال. حاليا أيضا متواجدة الشاحنات والأجهزة الموفرة من قبل خلية الأزمة التي جندت لهذه الفيضانات الأخيرة. الأمس كانت فيه رياح تجاوزت 80 كيلومتر في الساعة. أيضا هذا الرياح كان فيه تخوف من النشرية الجوية، حيث أنه كانت محمى بزوابع بحبات من الرمال، فشكلت زوابع رملية كانت الناس تداولتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالأمس. أيضا كان فيه قطع لثلاث جسور في الفيضانات الأخيرة، 2 كانت تم تحطيمهما، وبعدها تم فتح 2 آخرين اللي كانوا مقطوعين في البداية. الطرق الولائية كان فيه قطع لمجموعة من الطرق الولائية اللي تدخل فيها الجيش الوطني الشعبي، تدخلت فيها كل الفاعلين في الخلية من حماية مدنية، من رجال الأمن، الدرك الوطني، الكل مشكور على الجهود وعلى وصولهم في الأوقات المناسبة لفك العزلة عن السكان وإرجاعهم سالمين إلى مساكنهم. أيضا كان فيه تحذير بنشرات جوية من الأمس، الحمد لله تساقطات لم تصل إلى ليلة الأمس، كان فيه احتمال لنشرية جوية بتساقطات مطرية أخرى، وكان فيه تخوف كبير. الحمد لله مرت الليلة أمس على سلام، وما عدا الرياح القوية والزوابع الرملية لم نشهد تساقطات مطرية. يحضر إلى جانبي السيد بوسعيد أحمد، مكلف بالإعلام والاتصال بولاية بشار، ليحدثنا عن أهم الإنجازات والتدخلات التي قامت بها الولاية من خلال لجنة الطوارئ، أو لجنة كانوا مسمين اللجنة الخلية الولائية لمتابعة التقلبات الجوية وتفعيل مخطط نجدة. إذن فما هي أهم التدابير والإجراءات التي اتخذت في هذه يعني النكبة اللي رانا فيها اليوم عايشينها مع سكان ولاية بشار؟ يعني طبعا بعد التقلبات الجوية تم اجتماع اللجنة الولائية برأس السيد والي اللجنة الولائية لمراقبة التقلبات، متابعة التقلبات الجوية وتفعيل مخطط نجدة، أين تم تشكيل لجان ومن أجل تقسيم المهام التدخل الفوري في عين المكان. وهذا ما تم طبعا من خلال جميع المقاييس، حيث تم كل مقياس يعني المديريات شاركت في هذه العملية، أين تم مباشرة الأماكن المتضررة، سيما حماية المدنية في أول وهلة قامت بامتصاص خاصة مياه الأمطار والفيضانات التي دخلت المنازل، ومشكور على العملية. كذلك كل الخلايا قامت، نعم، الديوان الوطني للتطهير، كل الخلايا يعني هم مقاييس على مستوى اللجنة قاموا بمهامهم كما ينبغي. الآن لاحظنا كذلك فتح الجسور من طرف المديريات، كذلك مؤسسة صون الغاز لم نسجل كذلك انقطاع ولا انقطاع في شبكة الغاز. كان فيه تدفق في الآونة الأولى فيما يخص، والحمد لله تم التحكم في الامر. الان الكهرباء متوفره، الغاز متوفر، كل المواد الغذائيه يعني تم توفيرها، خاصه بعد فتح الرئيسيه للولايه من اجل ادخال التموين والمحروقات. ناهيك عن المساعدات التي تصل الولايه من هنا وهناك من كل الشعب الجزائري الولايات المجاوره، وهي يعني هبه وطنيه معروفه على الشعب الجزائري. كذلك نشيد بمساهمه الجيش الوطني الشعبي في فك المسالك والطرق، كذلك التدخل على مستوى الاحياء من اجل مساعده يعني المتضررين الاوحال الى غير ذلك. هنا نشيد
دور فعاليات المجتمع المدني، المواطنين يعني يتجاوبوا بعد النداء الذي قدمه السيد ولي الولايه. شفنا من اجل المساهمه في اخواننا المتضررين من التقلبات الجويه، خاصه